السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه نظام أوضو بلاقي حاجة اسمها انفويسنج، دي خاصة بالفواتير بتاعة الشركة. فبيبدأ يقول لي دخل المعلومات بتاعة الشركة، تمام، بتكتب اسم الشركة والعنوان والويب سايت، تليفون، الإيميل، التكست أي دي، الريجستري، التعامل الافتراضي بتاعك بقى إزاي، العملة اللي هتعامل بيها، وبعد كده انفويسمنت لاي اوت اللي اختار الشكل اللي انت عايزه، اختار اللوجو، اختار التاج لاين، الفوتر اللي هتكتب تحت هنا، الله ابلاي. وبعد كده طرق الدفع، بقول مثلا هتعمل بالباي بال، تقدر تعمل حساب على الباي بال مثلا، تكتب الاي دي، تكتب الميرشنت اي دي، البيمنت بي دي تي توكن، او ممكن تعمل بالكارد، او ممكن تعمل باي طريقه اخرى. فتبدا تكتب الطريقه ديت، تقول له ابلاي. طيب بعد كده هقول لك السامبل للانفويس، تبدا بقى تختار المثال كده الحاجه، وبعد كده تعدل طبعا الارقام ديت بسهوله جدا، وتعمل اتشمنت للفتره بتاعتك.